لكن الآن سوف تعمل. أهي اشتغلت. هيا يا صديقاتي لنتدرب قليلا. هيا جاء دورك يا فيروشس. قد وصلت إلى المقطوعة الرابعة. جاء دورك يا فيم. الآن مقطوعتي. أنا فيم. غيريها، ليست هذه يا فيم. ألم تعجبكم الرابعة؟ حسنا، سوف أضع الخامسة. هي. لكنكم نسيتم شيئا. ألا تلاحظون أننا نعزف طوال اليوم لكن لا أحد يغني؟ ماذا تقصدين يا ميتل؟ نحن فرقة موسيقية فقط تعزف. نريد أن نطور فرقتنا ونحضر أحدا يغني. نعم كلامها صحيح، نحتاج إلى أحد يغني. أنا معكم، لكن من هي؟ سمعت أن هنالك OMG الليدي ديفا. سمعت عن هذه الشخصية، أنا أحبها كثيرا، هي مغنية مشهورة. نعم سوف نحضر الليدي ديفا. أنا لا أتفق معكم. ها؟ لماذا يا فيم؟ نحن نريد واحدة مثلنا من الريمكس. لماذا؟ هل يوجد هناك OMG ريمكس غيرنا؟ نعم يوجد 4 من الإصدارات غيرنا. 4؟ واو، 4 إصدارات غيرنا من الريمكس؟ نعم. مرحبا بكم أصدقائي، هي واحدة من الشخصيات الأربعة الجديدة. إنها كيتي كي. لكن قبل أن أفتحها وأستعرضها أريد أن أنوه عن شيء مهم، وهو موعد تنزيل الفيديوهات الجديد. أنا سوف أقوم بتنزيل الفيديوهات على قناتي هذه أمون تي في شو دائما الساعة 6 مساء، الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية. هذا الصندوق يضم 25 مفاجأة. يوجد الأنبوكس. وأيضا من الخلف ها هي الأربعة شخصيات الجديدة. نحن أحضرنا هذه كيتي كي. هيا لنتعرف. أما هذا الشيء؟ كأني أرى، أعتقد أنه يشبه السي دي. نعم إنه سي دي. واو، مكتوب علي كيتي كي ميو سايد اي. حسنا هيا، ها قد أخرجنا هذا الصندوق. إلو إل، يوجد هنا دبوس ريميكس وأيضا راديو، أشياء موسيقية. هيا لنرى. واو واو، الصندوق مختلف تماما عن السلسلة الأولى والثانية والثالثة. واو، الإصدارات هذه في غاية الجمال. أرى صندوقا غريب وأيضا بنفس الوقت جميل. حسنا، مكتوب هنا هيرتاس مايك تشيك ميو، بما أنها كيتي نذهب إلى هذه الجهة. واو يا أصدقائي، فكرة الصندوق فكرة في غاية الجمال. انظروا، ها هو، عندما نفتح يبدو كصندوق موسيقى. انظروا، ها هو السي دي، سوف نضعه هنا، هنا مكانه. وهنا عندما نضع السي دي بالتأكيد سوف تشتغل لأنها آلة موسيقية. حسنا هيا لكي تخرجي. واو، ها هي كيتي كي. كأني أرى هنا، يجب أن، ها قد أزلتها. هل فهمتم الفكرة يا أصدقائي؟ كما قلت لكم سوف نضع هذه هنا، لكن الآن سوف تعمل، الآن سوف تخرج موسيقى. أهي اشتغلت.
هذا صندوق موسيقى حقيقي. ها هي الموسيقى، موسيقى كيتي كاي. ها هي تخرج الأصوات من هنا، لأن بها يا أصدقائي هذا هنا، هذا الذي تخرج الموسيقى. صدقا صندوق في غاية الجمال. كيتي كاي صفات، وأهم شيء بأن كيتي كاي هي المسؤولة عن الميكروفون. واو كيتي، واو كم تبدين في غاية الجمال، تبدو رائعة جدا. انظروا لهذا الشعر الأبيض لكن به لمعة جميلة، إنه يختلف كثيرا عن شعر جروفي بيب، أبيض وناعم لكن ليست لديها لمعة. واو تختلف كثيرا. إلى تسريحة الشعر، هي تسريحتها. واو أنت جميلة جدا، وشعرها كثيف وطويل. تعرف عليها أكثر، ها هو مكياج. دعونا نرى أولا لون الحاجب، إنه باللون الطبيعي، اللون البني الفاتح. واو ما أجمل تسريحتك. لننظر إلى مكياج العيون. مكياج العيون هنا جلتر وردي، وأيضا هنا حمرة وردي جلتر. انظروا إليها، تمتلك شامتين، واحدة هنا وواحدة هنا. يا أصدقاء إلى ثيابها، هنا ترتدي شيئا جميل، وهنا عليها ستراس. واو ما هذا الشيء الجميل الذي ترتديه، أنت أنيقة كثيرا. وهنا أيضا ترتدي شورت وردي، وأيضا بلمعة جميلة. دعونا نرى ماذا تضع في يدها، ترتدي هذا الخاتم، خاتم فضي، وأيضا المناكير طلاء الأظافر باللون البني الفاتح. ها هي الغرفة، أيضا غرفة جميلة بسيطة وجميلة. أول شيء أتى مع هذا الستاند، ها هو الستاند باللون الأبيض، تأتي بثلاثة قطع من الثياب. شيء هذا مكتوب عليها ميو، وأيضا صورة قطط هنا كيتي. واو ما هذا الشيء، انظروا أول شيء أتت بهذا، إنه روب طويل، هنا عليه أشرطة. واو ما هذا الشيء، أول مرة تأتي قطعة للأو أم جي بهذا الشكل. بالتأكيد سوف تكون غريبة لأنهم الريمكس. مع الثانية، واو أتت معها ثياب جميلة. هاي القطعة الثانية، سوف ترتدي بنطالا طويل، وأيضا هنا يوجد، انظروا إلى التيشيرت بلمعة جميلة، بلمعة هنا فضي. الجينز على الموضة. وعلى القطعة الأخيرة، الأخيرة تنورة، ها هي تنورة بلمعة جميلة، يوجد هنا، أعتقد أنها جيبة. واو تبدو ثيابها غريبة لكنها جميلة. بعد يوجد أشياء يجب علينا أن نفتحها. هنا أعتقد أنه حذاؤها، حذاؤها. واو حذاء جميل فضي، هذا الحذاء أنيق جدا. لماذا سوف تحصل هنا؟ هي الكثير من الأشياء. أول شيء هذه النظارة، انظروا إلى نظارتها، بالتأكيد إكسسوار كيتي. ها هو إكسسوار القطة. أتت معها الميكروفون، ها هو الميكروفون مكتوب عليه ميو. واو لديها إطلالات كثيرة، هذه سوف ترتديها، هذه للأرجل،
وأيضا حصلت على حلق. واو، أشياء الريمكس أشياء في غاية الجمال. أعتقد هكذا انتهينا. دعونا نرى إطلالة. أهلا بك، أنا اسمي ميتال تشيك. أهلا وسهلا بك، اسمي كيتي كاي. أهلا بك في فرقتنا. قلت لك يا ميتال، يوجد أو أم جي ريمكس مغنية.